قداسة البابا تودروث الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قناة ميسات بمناسبة مرور 9 سنوات على انطلاقها. وفي رسالة مصورة بهذه المناسبة قد أكد قداسة البابا أن ميسات قناة كبيرة تقوم بعمل كبير، وأن وجودها هو صوت معبر وقوي يخدم أماكن كثيرة، موجها التحية لكل العاملين بالقناة. في عيد ميلاد قناة ميسات 9 أحب أن أنا أهني القناة وأهني كل العاملين فيها. تاريخ القنوات الفضائية المسيحية القبطية بدأ بقناة أغابي سنة 2005 وقناة سي تي في سنة 2007 ثم قناة ميسات سنة 2011، ودي بتبث من منطقة الأمبرويس الكاتدرائية المرقسية. قناة كبيرة ولها دور كبير مع سائر القنوات، والحقيقة بتقوم بعمل كبير. وطبعا عيد ميلاد 9 يعني بقى عندها خبرة وبقى عندها معرفة كبيرة خالص، وإحنا بنشوفها على الشاشة لكن وراها مجهود كبير لكل العاملين فيها. بحيي الجميع ونيافة أنبا أرمية وكل صف العمل الفني والتحريري والإخراجي وكل الذين يعملون، كمان السادة المذيعين والمذيعات وكل التغطية اللي بتتم لأحداث كثيرة في على مستوى الكنيسة. ووجود القناة هو صوت معبر وقوي وأيضا يخدم أماكن كثيرة ويخدم كل بيت وبيجعل الجو جو قبطي وجو مسيحي وأيضا جو وطني وجو اجتماعي مطلوب. تهنئتي القلبية لكل أحد ولكل العاملين فيها ولكل المسؤولين، وأتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق، وتبقى القناة صوت معبر وقوي وروحي ومؤثر في حياتنا الاجتماعية. كل سنة وانتم طيبين.